مش عارفة الصراحة أبدأ منين أو أقول لكم إيه، بس ده ذكر البط اللي أنا ذبحته، ويا رب طبعا اللهم اختار لي ولا تخيرني. عايزة أوريكم بس الكبدة والقلب وال المهم اللي يعني الحوايج دي اللي بتكون من داخل الطيور. تمام، بصوا شايفين دي احنا بنقول عليها مش عارفة اللي هي بتكون يعني المفروض اللي هي بتكون مع الكبدة كده. بصوا ده شكلها. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فاكيد الذكر ده كان مصاب طبعا بالفيروس ده. اعمل ايه يعني؟ ارجح الحاجات دي واعمل الذكر اطبخه يعني، ولا ارمي برضو الذكر، ولا اعمل ايه؟ انا هنزل لكم الفيديو قبل ما اطبخ الذكر ولا اعمله. تمام، بس اتمنى طبعا في الكومنتات منكم ان انتوا تقولوا لي على حل. بصوا شايفين، بتهيألي انتوا شايفين. بصوا شكل الكبد، ثواني بقى هوريكم برضو شكل الكبد بتاعه. بصوا اهو، بصوا بصوا، ودي طبعا الجونة. وبصوا شكل الذكر من الداخل. المهم بقى الصراحة في زفرة تجرف. انا بصراحة طيوري اللي بربيها في البيت ما بيكونش فيها زفرة كده خالص لما اجي افتحها وكده، فدي توبة توبة تاني، مش هشتري طيور خالص من بره بجد الصراحة، يعني لا للأكل ولا للرباية. يعني حتى لو عايزة اربي دلوقتي خلاص قررت اني انا ان شاء الله بإذن الله ممكن اجيب البح ده عمر يوم واربيه انا بقى واخلي منه نتاية وذكر. بس اتمنى اتمنى يعني ان انتوا تردوا عليا في الكومنتات. بصوا ده شكل برضو القلب اهو. بس بصراحة اكتر حاجة طبعا واضح عليها اللي هي دي، محدش يقول لي دي المرارة يا حنان، لا دي مش المرارة. استنى بقى هوريكم المرارة، اهي المرارة. بصوا اهي المرارة، انما دي مش المرارة، دي بتكون احنا مش عارفة بنقول عليها بلحة دي ولا بنقول عليها ايه. بصوا شكلها كده متضخم، وزي ما انت شايفين طبعا البقع السوداء اللي فيها دي. انا طبعا هرمي الحاجات دي، انا هرمي الحاجات دي خالص، بس الذكر مش هرميه غير لما انتوا تردوا عليا في الكومنتات. تمام، اتمنى طبعا رد سريع لاني انا هنزل الفيديو ده على طول، يعني انا هنزل الفيديو ده على طول. الحاجات دي خلاص انا رميتها واتخلصت منها، وهغسل الذكر وهشوف يعني ردكم في الكومنتات هو طبعا اللي هيخليني اخلي الذكر، وتقولوا لي كمان اطبخه ازاي. يعني انا كنت هطبخه بالبرتقال وكده، وتقولوا لي برضو يعني اغليه واكب المية بتاعته ولا اعمل ايه. تمام، اتمنى طبعا دعوة حلوة بصلاح الحال وراحة البال، وليكم ان شاء الله باذن الله مثلها. واتمنى كمان ان انتوا تردوا عليا في الكومنتات، ما تطنشوش يعني الموضوع. على فكرة انا هنزل الفيديو ده على القناتين، يعني على القناة اللي خاصة بالطيور وعلى القناة اللي خاصة بالمطبخ، علشان كده ما قلتش السلام عليكم ولا رحبت بكم زي كل مرة في الفيديوهات. يعني طبعا انا زي ما قلت لكم هنزل الفيديو على القناتين، تمام، علشان اشوف الاراء، يعني اشوف المتابعين دول بيقولوا ايه والمتابعين دول بيقولوا ايه. ما تنسوش طبعا لايك وشير كتير للفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واعرف اراء الناس كلها. ولو في حد طبعا مر بتجارب زي دي ياريت طبعا يشاركنا برأيه ويقول لينا ايه الحل. تمام، ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناتين اللي اول مرة بيشوفني. انا اسمي حنان سيد من اسوان، اتمنى طبعا ان انتوا تشتركوا في قنواتي على اليوتيوب، ان شاء الله باذن الله تستفادوا منها بقدر الامكان، سواء كانت قناة المطبخ او القناة اللي خاصة بالطيور. شجعوني طبعا بلايكات كتير، وشيروا زي ما قلت لكم الفيديو على اوسع نطاق علشان طبعا نشوف اراء الناس في الفيديو. عايزه اقول لكم بقى اني بصراحه ده دم، ده دم، انما جسم البط
ذكر البط جسمه ما فيهوش اي حاجه، تمام، هو بس يدوب زي ما وريتكم طبعا من الداخل كان ايه. مع السلامه بقى، ومستنيه الكومنتات بتاعتكم كلها علشان اعرف اراءكم.